كليريكا. اي زين كي هنا المغرب هذا تخرج في كليريكا. ايوه حقوق الإنسانية.
الجزائريات، يعني لو هو شتم واحده جزائريه يبقى شتمنا كلنا. فكل ده كانت عندنا مطالب هنا في السفاره، قلنا ماشي نعمل مظاهرات على اساس سلميه ناخد مطالبنا بالحق. لكن لما قال لاحد الصحف وتكلم انه عنده ملفات قذره بالنسبه للجزائريات، يبقى احنا يتكلم علينا بكلام وحش. فالجزائريه هنا يعني تقوم لو كانت في اخر الدنيا تقوم على الكلمه دي. يعني احنا ملناش مطالب تانية الا هو اقاله سفير القنصل لكرامتنا فوق اي حاجه، فوق اي اعتبار. كرامتنا دلوقتي نطالب رئيسنا السيد بوتفليقه اقاله السفير لانه ما يمثلش الجاليه الجزائريه. هو هنا في شغله على اساس انه يخدم الجاليه الجزائريه، بس هو اهان المراه قبل اي واحد. اهان المراه، والمراه عندها مكانه في الاسلام اول حاجه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اوصيكم بالنساء خير. وفوق كل ده اني مرأة جزائرية في الغربة. سيدي الرئيس، انت من كرمت المرأة الجزائرية في كل المجالات، انت من حميتها، انت من رفعت شأنها. كيف تسمح لهذا السفير ان يقول علينا كلام لا استطيع الاصلاح؟ انا شخصيا لا استطيع الاصلاح. نسينا. صح نسينا. يعني انتم معتصمين ولا بيتين؟ لا لا يا ريت. لا ما بيتوش. يعني علينا المرة الجاية حنعملوها. طب بس المرة الجاية لما ننصح خيمة هذا. طب ايه المشكلة بس عشان المشكلة زي زودها معنا. احنا بدنا نعمل خير الجزائريات على الفقراء، رفض كل باب الجزائريات. في عرض الجزائريات على غيره. احنا من البلدة. ايه؟ كان يحط الشيء ومطلع الخير. هو رفض ألف ألف. هو يهم الجزائر. بالنسبة يعني هذه الأمراض.